اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وحلقه جديده من برنامج جوله مراسل. جولتنا اليوم راح تكون في محافظه صلاح الدين، تحديدا في قضاء بلد. نحن نتواجد في خان كوبه. هذا الخان بني قبل 250 سنه. اهمل هذا الخان بجهود الاستاذ محمد، عاد ترميم هذا الخان وعاد روحيه وهيبه هذا الخان. الخان يضم جميع مثقفي المدينه والمحافظه. راح نلتقي بالاستاذ محمد ونتعرف اكثر على هذا الخان وتاريخ هذا الخان وكيف تأسس هذا الخان ولماذا الأستاذ محمد بجهوده الذاتية يعني أعاد هذا الخان إلى الروح من جديد. السلام عليكم أستاذ محمد، وأهلا وسهلا بك برنامجنا جولة مراسل. أهلا وسهلا بكم، أهلا وسهلا قناة التغيير، يا مرحبا بجولتكم هاي إن شاء الله تكون مكللة بالنجاح. شكرا جزيلا أستاذ محمد. يا ريت لو تحدثنا عن تاريخ هذا الخان. حقيقة هذا الخان واحد من الخانات الكثيرة التي بنيت بالعراق. قبل ماكو فنادق، يبنى هذا الخان. المسافر يجي إذا كان رايح من مثلا من بغداد للموصل أو من الموصل للبصرة، يعني كخط التواصل هنا أنا هذا الخان مكان يسكن به المسافر مجانا. طبعا السكن هنا أنا بهذا الخان يجيب تكرم يربط الدابة مالته أيا كانت وينزل يسكن هنا ليلة أو ليلتين وبعدين يستمر بالسفر مالته. فهذا هو من أعتقد 99 خان موجودة بالعراق. هذا الخان بقى يعني محافظ بالمدينة لأنه في وسط مدينة بلد، بقى محافظ مو مثل بعض الخانات اللي انهدمت. 250 سنة عمر هذا الخان. جيت أنا بصراحة مع بعض الأصدقاء من المثقفين ندور على مكان لنلتقي به نقعد به، فلقيته مكان صاير مكب للنفايات، مهمل محروق، تكرم حيوانات ميتة، تراب أتربة أزبال، هاي كلها شلتها طبعا وعندي صور بهذا الموضوع. نظفت الخان، أعدت ترميمه، جبت مادة النورة من الموصل، أعدت ترميم هذا الخان إلى أن صار طبعاً بإشراف دائرة الآثار في بلد، ومشكورين كانوا متعاونين معنا، من ناحية الموافقة، يعني مو متعاونين مادياً، مادياً كلها المصرف كله صار من جيبي الخاص. اقتنيت المواد القديمة من مدينة بلد اللي كانوا يستعملوها مثل الجاون، الميجنة، المجراشة، التنور اللي جبته، الشغلات الطشة اللي كانوا يصبحون به، المهم كل المقتنيات اللي كانت تستخدم قبل بالمنازل، منازل مدينة بلد أنا اشتريتها إضافة إلى الأسلحة. هاي كلها اشتريتها من جيبي الخاص، رممت الخان من جيبي الخاص. كلفني تقريبا شيء على شيء يعني بحدود أكثر من 40 مليون، وصار ملتقى يعني نلتقي به كمثقفين كفنانين كشعراء، صار مكان جميل جدا مثل ما تشوفوا أنتوا. قدرنا أن نضع يعني على أقل تقدير لبنة بسيطة بهذا المجال. أستاذ محمد، أجرت هذا الخان من قبل الحكومة من قبل دائرة الأعمال؟ هذا لا، مأجر أنا من بيت كبة، أجرته 1.5 مليون وأعطيت مال 3 سنوات 5 ملايين. يعني أستاذ محمد عذرا المقاطعة، عائدة تعود للدولة لو للأهالي؟ هذا وقف ذري، يعني واردات الخان تروح البيت كبة، لكن دائرة الآثار والأوقاف مخلية إيديهم عليها بحيث ما يصير به أي تغيير، أي هدم، أي يعني تغيير معالم. ما يجوز أن تتغير معالم الخان لأنه تعرف هذا أصبح من التراث وليس من الآثار، من التراث. إيش قد انترك أستاذ محمد هذا الخان؟ هو من قبل يعني إحنا من نوعينا تقريبا من سنة 1960 هو متروك، أصبح جراج للسيارات، أصبح يعني متروك اللي عنده سيارة أو شيء تركبي مثل المخزن القديم. هذا طبعا رواق من أروقة الخان. الخان أعتقد أكثر من 12 دونة بأروقة مثل هذا الرواق، أكو رواق آخر بالجهة الثانية ورواق بالجهة المقابلة ورواق منها، في 4 أروقة إضافة إلى الباحة الداخلية، يعني يشبه القصر الثقافي البغدادي بالضبط، لكن مو طابقين، طابق واحد. فهذا خان قديم متروك، الآثار تراقب
عن بعد، لكن تدري أنت عوامل المناخ، التعرية، يعني الأمطار، الإهمال، إضافة إلى ما حد يصرف عليه فانترك، أدى إلى بعض الهدم ببعض الأماكن. أنا جيت لقيت انهدم حائط بمسافة كبيرة ورممناه، إضافة إلى أنه صعدت فوق السطح لقيت كل حفرة كبيرة، حفر ينزل بها ماء المطر، فالرطوبة لازلت أعاني منها حقيقة بهذا الخان. أستاذ محمد، أين دور آثار السياحة مثل هكذا أماكن أثرية وتاريخية؟ إيش وقت بالنظام البائد لو بهذا النظام؟ بالنظام البائد بهذا النظام؟ حقيقة الآثار وزارة الثقافة من الوزارات اللي ما حد يدورها بالكتل السياسية، إذا نحكي بالعهد اللي إحنا نعيشه اليوم، لأنه وزارة ما بيها موارد، بينما المالية والنفط وغيرها هاي يركضون عليها ركض. وزارة الثقافة من الوزارات المهملة، وأتمنى من الدولة، كانت يعني الدولة العراقية بشكل عام، أن تهتم بالآثار، لأن هذا عمقنا الحضاري، عمقنا التاريخي. الإنسان اللي ما عنده تاريخ، ما عنده عمق حضاري، ما إحنا هويتنا، إحنا عراقيين أرض الحضارات، سومر وبابل وآشور وكل هاي الحضارات اللي علمت البشرية، الحرف علمت البشرية، الحرف هي حضارة سومر. فلذلك احنا ملتقى الأديان، احنا منبع الأديان، احنا منبع الحضارات. فلذلك على الحكومات المتعاقبة في الدولة العراقية الحديثة اليوم اللي دا نعيشها احنا بعد التغيير، لازم ينتبهون الى هاي الأمور، يعني الى الأمور الثقافية الحضارية التراثية. الآثار يجب أن يكون العراق قبلة للزائرين، أن يجون الزائرين من كل أنحاء العالم. كان للزقورة مثل ما شفنا قبل فترة، جاء البابا أو اليهود أو المسيح أو الصابئة المندائين، كل العالم غرف من ينبوع الحضارة العراقية. أستاذ محمد، يعني محافظة صلاح الدين من المحافظات الأكثر تراثاً في العراق، يعني اليوم لاحظ كثير من الأماكن السياحية التراثية هي مهملة، يعني لماذا هذا الإهمال؟ حقيقة نعم، عندنا احنا في محافظة صلاح الدين، يعني خصوصا قضاء بلد، عندنا جسر حربة، يعني الجسر العباسي، عندنا الملوية، عندنا ملوية الثانية مال أبو دلف، عندنا قصر العاشق أو المعشوق، عندنا البركة مال المتوكل، عندنا سامرة مدينة قديمة، إضافة إلى هنا يعني منطقة اسمها باب السور، هذا السور اللي كان سور الدولة العباسية القديم، أو يقال أنه للدولة البابلية. يعني مهملة، احنا نحتاج إلى لجنة أن تقوم، يعني حتى لو من المحافظة، أن تقوم بمحافظة على التراث، على الآثار الموجودة، لأنه تدري إحنا هاي هويتنا. يعني تكريت معروفة بالأربعين نبي أو الأماكن اللي بيها القديمة، عندك عندنا مناطق بسامرة مثل ما ذكرت، أنه سامرة هي بنيت في زمان الدولة العباسية بزمان المعتصم، عندنا بلد قديمة كانت دير للجثاليق بين مدينة الدجيل ومدينة بلد، هاي منطقة أديرة للمسيحيين. يعني إلى أن أنا وعيت هدمنا الجامع حتى نعيد بنيانه، كان مكان كنيسة، يعني هنا هاي مدينتنا مدينة بلد كانت مكان دير يعني للعبادات في هاي قبل. فإحنا يعني نتمنى على وزارة الثقافة، على دائرة الآثار، أن تهتم بهاي المواضيع. وطبعا مشكورين في قضاء بلد، دائرة الآثار تعمل نشطة جدا بالمحافظة على الآثار. عندنا منطقة اسمها تل بوكزاز، عندنا يعني مدينة مطمورة تحت الأرض، عندنا مدن مطمورة تحت الأرض أصبحت شبه التلال. لذلك يعني نطلب ونتمنى من وزارة الثقافة أن تهتم بهاي المواضيع. أستاذ محمد، السبب اللي خلاك تصرف لك 40 مليون من جيبك الخاص حتى تعيد نظام هذا الخان، وهل ساعدك أحد المسؤولين، أحد من المعنيين بهذا الشأن؟ والله حقيقة صرفت 40 مليون بأجار زائد أثاث زائد هذا، حقيقة ما حد ساعدنا. أنا أتمنى أن
على أقل تقدير أن يجون دعم معنوي، ما أريد دعم مادي، دعم معنوي، يعني أن يجون المسؤولين يزورون المكان. عندنا معارض تقام على هذا الصرح، يعني معارض شخصية للفنان لفنانين تشكيليين، لنحات عندنا، هاي شوفون أنتوا عندنا نماذج نحتية على الفلين لنصب تقام في مدن، مثلا بأي مدينة ممكن أن يقام نصب من هاي النماذج اللي مسويها الأخ لؤي حداد، نحات في مدينة بلد، إضافة إلى أعمال يقوم بها الأخ مثلا الفنان النحات أيضا عبد الخالق علي، إضافة إلى فنانين تشكيليين مثل أستاذ حسين علي محمود البلداوي، عندك أستاذ محمود العاود، أستاذ سعد، عندنا يعني أعمال كثيرة، إضافة إلى معارض يعني زارونا من جماعة كوثة، زارتنا لهنانة، زارونا أيضا المتحف الجوال أستاذ هاشم طراد، وكان من المعجبين وأبدى أنه ممكن أن يدعمنا ببعض الأمور، يعني مقتنيات أو شغلات قديمة، قال أنا حاضر للدعم من هاي الأمور. فأتمنى حقيقة أن يكون كل الخان هو قصر ثقافي بالمدينة، أتمنى أن الإدارة المحلية في محافظة صلاح الدين وفي قضاء بلد أن يعني توجه أنظارها إلى خان بلد، هذا الخان الرائع، أن يكون قصر ثقافي، يكون ملتقى للمثقفين، يكون مكان للنشاطات الثقافية والفنية، لأن حقيقة ما عندنا في مدينة بلد مكان يلتقون به، يعني حتى بيت ثقافي ما عندنا، أكو بنوا بيت ثقافي وعافوا عن النص وأخذوا المقاولة وما نعرف وين، يعني المهم نهبت، خلينا نقولها بالحرف الواحد. إحنا نريد يعني المثقف مهمل، يعني اليوم نشوف السياسي يركض وراء الصوت، وش وقته يركض وراء الصوت؟ وقت الانتخابات، ما يهتم بهاي الأمور، ما يهتم بالمثقف. المثقف أكو هو كبيرة بين المثقف وبين السياسي، المثقف هو أكثر معرفة من السياسي، السياسي يستخدم الشارع، يستخدم العوام من الناس، أما النخبة والمثقفين فنشوفهم راكنين نفسهم على صفحة وما يشاركون بكثير من الأمور، بينما هم يجب أن يكونون المفكرين وأداة التغيير بالمجتمع، بل هم المغيرين بالمجتمع نحو الأفضل. أستاذ محمد، الحاجات اللي موجودة بهذا الخان شلون نقدر تحصل عليها وهي كلها يعني حاجيات قديمة وحاجيات تراثية؟ والله اشتريتها، يعني كل الموجود من أسلحة إلى هذا كل اشتريتها من جيبي الخاص، يعني اقتنيتها من يعني اللي عنده، أي واحد يجيب لي حاجة قديمة أنا أشتريها من عنده، أقول له شقد ثمنها، أدفع له ثمنها وأخليها بالمكان. الهدف والله هواية، يعني حقيقة أنا محصل على شهادة عليا في مجال الفلسفة، لكنه مو موظف، أنا مو موظف ولا متقاعد ولا أخذ راتب من الدولة، فأقضي وقتي يعني هواية أن نلتقي هنا مجموعة من المثقفين، أمسيات ليلية، يعني نتحاور ببعض المواضيع الثقافية، أيه هذه يعني عيشتنا اللي احنا نعيشها نقضي وقتنا بها. أستاذ محمد، يعني لاحظنا خلال تجوالنا في هذا الخان، أروقة هذا الخان كل رواق يحتوي على فد شيء معين، يعني هذا الرواق اللي واقف يمه يحتوي على تلفزيونات قديمة، راديونات قديمة، مسجلات قديمة، شلون قدرت تجلب هاي الحاجيات لهذا الخان؟ أولا مسافة الخان يعني هذا الرواق 50 متر بعرض تقريبا 10 متر، كل هذا بي ليوان، هذا الليوان كان للمبيت، يعني الزائر اللي كان يجي بات هنا بهذا الليوان. أنا حاولت أن أسخر هاي اللواوين، لأن هنا مثلا مكان للراديونات، الليوان الثاني للأسلحة، الليوان الثالث للأدوات المنزلية، الليوان الرابع مثلا للتنور والمجراشة، فخليت يعني تخصص كل ليوان يختص بمجال معين من المقتنيات القديمة، يعني اللي كانت تستخدم في بيوتات مدينتنا القديمة، مثل يعني تشوفون المغزل والهاون
مغسليدين، السماور، البريمس، كل هاي الشغلات حاولت أن أخلي هاي المقتنيات في كل ليوان من هاي، كل ليوان هو مختص في مجال معين. أستاذ محمد، يعني نلاحظ في هذا الخان حتى موجود مسرح، أهم النشاطات اللي تقام بهذا الخان وما هي النشاطات وأبرزها؟ حقيقة هنا تقام كثير من النشاطات واللقاءات والورشات، يعني عندنا معرض تشكيلي للنحت، عندنا معارض تشكيلية تقام هنا، تقام ورشات للتدريس، ورشات لتعليم، ورشات ثقافية، ورشات بحقوق الإنسان، ورشات بكل مجالات الثقافة، ورشات إضافة إلى جلسات شعرية تصير هنا، رابطة شعراء الشعبيين في مدينة بلد يعقدون جلساتهم هنا، أمسيات عندهم شعرية. إضافة لهذا إحنا عندنا تدريب يومي على مسرحيات، عندنا سامون دراما موت لعاسيب للمخرج الأخ جواد الساعدي، وتمثيل الأخ عبد الخفاجي، يتمرنون يوميا هنا، إضافة إلى أمسيات ثقافية، نلتقي لقاءات، يعني حتى دروس للمدرسين أو المعلمين اللي عندهم دروس للطلاب ممكن أن يقيموها هنا. المكان مفتوح مجانا بدون مقابل، الكل تجي، وحتى الضيافة على حسابي الخاص، ما نأخذ أي أجر لأي شخص عنده نشاط ثقافي أو فني أو يعني في أي مجال من مجالات الثقافة. فنشوف احنا هنا الجلسات الشعرية، الأمسيات الشعرية، الأمسيات الثقافية، الأمسيات الفنية. هذا مكان ملتقى إنا متنفس، إنا متنفس للمثقفين. حقيقة احنا كنا ندور على مكان مثل ما ذكرت لك أن نلتقي به، فلقيت أنا هذا المكان، وكان مثل ما ذكرت مكب للنفايات محروق، اشتغلتنا وبين وشوف أنت اليوم بهذا حالة الرائعة، مكان حلو اللي يجي لهنا يعني يرتاح نفسيا، مكان قديم بعبق القدم، يعني بعبق التراث. احنا نلتقي يوميا هنا، أمسياتنا كانت في مجال المسرح، ستعرض مسرحية موت لعاسيب قريبا، مونودراما موت لعاسيب ستعرض في شهر رمضان. عندنا برامج ثقافية تعدها الإذاعة وبعض القنوات الفضائية، يعدون هنا كثير من البرامج الإذاعية وبرامج تلفزيونية. فبصراحة هو مكان متنفس أو ملتقى لكل المثقفين. أستاذ محمد، أمنيتك الأخيرة؟ والله أنا أتمنى أن يكون هنالك توجه من الدولة العراقية، من الحكومة العراقية، من الحكومة في محافظة صلاح الدين، إلى الآثار، إلى التراث، إلى هويتنا الوطنية. احنا حقيقة العراقي يعيش أزمة هوية وطنية، يعني احنا اليوم نتمترس خلف الهويات الطائفية أو العشائرية أو المناطقية. أمنيتنا أن تكون إن الهوية الجامعة، الهوية الوطنية العراقية، اللي إحنا كنا من نطلع برا عراقيين، كان مسيحي أو يهودي أو مسلم، شيعي، سني، صابئي، كل الديانات الموجودة بالعراق، على كل العشائر الموجودة بالعراق، إحنا كنا تجمعنا الخيمة العراقية. فلذلك إحنا نعيش أزمة هوية عراقية، يعني حتى ما نشوف من تعثر للحكومة المركزية هي أزمة هوية، سببها أزمة الهوية الوطنية العراقية. لذلك إحنا ما نحكي باسم الهوية الوطنية العراقية، نحكي باسم العشيرة، باسم الطائفة. لذلك نتمنى من السياسي أن يتحدث باسم الهوية الوطنية العراقية، باسم العراق أولا، وأن يكون الهدف والغاية هو بناء عراق ديمقراطي حر مستقل يعيش به المواطن العراقي بأمان وحرية وسلام. شكرا أستاذ محمد، وأكيد مشاهدينا الكرام جهود الأستاذ محمد جهود مشكورة بإعادة هذا الصرح التراثي القديم. نتمنى من حكومة محافظة صلاح الدين، نتمنى من الحكومة المركزية الاهتمام بالآثار وخصوصا في محافظة صلاح الدين. وصلنا وياكم إلى ختام جولتنا، جولة مراسل، نلتقيكم في جولات أخرى. تقبلوا تحياتي، أنا فراس الحسني، إلى اللقاء ومع السلامة.